ولإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد الأمريكي والعالمي ينضم إلينا عبر تيمز السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك سيد رائد، بداية نريد أن نعرف توقعاتك لاجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي اليوم. يعني شمسة، نحن اليوم ننتظر قرار مهم جدا من الفدرال الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية، والتوقعات تشير بشكل كبير جدا حتى الآن بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية المرتفعة كما ذكرتي عند أعلى مستوياتها في 22 عام عند 5.25 إلى 5.50%. وأعتقد الأهم من قرار الفيدرالي سيكون أولا خطاب جيروم باول بالمؤتمر الصحفي الذي يلي الإعلان ب30 دقيقة. من المتوقع بشكل كبير جدا أن نستخلص بعض التلميحات حول الستانس أو حول لهجة الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بنواياه نحو أسعار الفائدة في الفترة القادمة. حتى الآن نحن قريبين جدا من مستويات مرتفعة قوية جدا، نحن يعني أعلى من ذلك سوف يكون هناك ضرر على نمو في الناتج المحلي الإجمالي. حتى الآن كل البيانات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إيجابية وجيدة وتعبر عن يعني قوة في الاقتصاد الأمريكي بإمكانه أن يتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة. معركة الفدرالي الأخيرة العامين الماضيين في محاولة التغلب على مستويات التضخم أعتقد شارفت على نهايتها تقريبا. التضخم تحت الإقليم والضغط الكبير، من المتوقع أن يقترب نحو مستويات 2%، هو عند 3.7%، قريب جدا من المستويات. أعتقد عند مستويات الفائدة الحالية ربما لا يكون هناك حاجة لرفعات إضافية، وهذا ما ننتظر أن نسمعه من لسان جيروم باول رئيس الفدرالي الأمريكي مساء اليوم. نعم السيد رائد، رغم صدور عدد كبير من البيانات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة إلا أن هناك تحذيرات من الدخول إلى مرحلة ركود، هل لهذه المخاوف أساس؟ طبعا هي لها أساس. كان هناك استشفاء في أكثر من مرة بأزمة عوائد السندات والقلق الذي حدث في سوق السندات على وجه التحديد مع ارتفاع عوائد السندات بشكل كبير جدا. هناك استشعار مستقبلي إلى أنه نحن في مرحلة بومينج، مرحلة القمة، بالتالي من المتوقع أن بعد القمة يكون في عندي بعض الانكماش أو التراجع، وربما أنه يكون بوتيرة سريعة. استشفت هذا الأمر المحافظ الاستثمارية، ارتفعت حيازاتها من الملاذات الآمنة. الآن أي محفظة استثمارية تفوق 10% تقريبا حيازاتها للذهب، وأيضا العديد من الملاذات الآمنة الأخرى من العملات، وذلك بغرض التحوط من أن يكون في عنا ضغط أكبر على الناتج المحلي الإجمالي، لأنه رفع أسعار الفائدة بهذا الشكل يعني رفع تكلفة الاقتراض بالنسبة للمنشآت والأعمال والأفراد. السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.